نبدأ حلقتنا مع الرياضي والبطل الشاب يونس بوينيان الذي حصد عدة بطولات وألقاب في رياضة الكيك بوكسينج بالمغرب قبل أن يرحل إلى النرويج، حيث استمر في حصد الألقاب وفاز بالبطولة النرويجية وكذا بطولة أوروبا وغيرها. رغم هذا النجاح والاندماج في الديار الأوروبية، اختار يونس العودة والاستقرار في المغرب، تحديدا مسقط رأسه مدينة فاس التي أسس بها نادي رياضي يقدم من خلاله خلاصة تجاربه وخبرته للشباب والأطفال المغاربة. من خلال هذا الروبورتاج ينصح يونس مغاربة العالم بالعودة من أجل المساهمة في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب. اسم يونس بوينيان، من مواليد مدينة فاس في 1980. بديت مشوار رياضي ديالي في هذه المدينة في سن مبكر، بالضبط في رياضة التايكواندو. من بعد انتقلت لرياضة الكيك بوكسين في الوقت اللي بدات الرياضة كتظهر وتنتشر ولات شعبية بزاف. في سنة 90-91، ما بين سنة 90-91، فاش كنبداو يظهروا أبطال عالميين مثل خالد القنديلي، وكانت هذيك هي الرياضة اللي لقيت راحتي فيها من بعد وبغيت نمارسها. بديت واحد السن مبكر ديك رياضة الكيك بوكسين، وحصلت على ألقاب هنا في المغرب مثل بطولة المغرب للبراعم، من بعد بطولة المغرب الشبان جوج مرات في سنة 96 وسنة 97. من بعد منها هاجرت للنرويج، البلد النرويج لأوسلو، العاصمة أوسلو، هي تما فين كملت المشوار ديالي الرياضي. ولعبت بطولات كثيرة دولية. بديت أولا بالبطولة النرويجية، فزت بالبطولة النرويجية عدة مرات. بعد منها خديت حصلت على لقب بطل سكندينافيا، بطل أوروبا، كأس العالم، وعدة ألقاب أخرى مثل بطولات مفتوحة، جيرمان أوبن، دينيش أوبن، بالكان أوبن. الإقامة ديالي في النرويج من 98، سنة 98 حتى 2013، فاش دخلت رجعت للمغرب ودرت هذا، استثمرت في المغرب في الرياضة. في ديك الفترة كنت كما قلت لك كنت كنمارس رياضة الكيك بوكسين كممارس، ومن بعد كمدرب. فأغلب الوقت كان عندي حتى العمل ديالي كان في هذا الميدان في التدريب، ودرت تكوينات في ميدان التدريب، وما بقيتش محدود غير في الكيك بوكسين بالضبط، حتى انتقلت للرياضات ديال الفيتنس، وحصلت على وخدمت بكثير من التكوين في هذا المجال هذا. وجات الفكرة ديال، ولا الفكرة كانت دائما، ولكن بدات الفكرة كتكون ديال أننا نرجع ندير مشروع هنايا في المغرب، في الحاجة اللي كنبغي، الحاجة اللي كنعرف لها مزيان، اللي هي الرياضة. أكسس فيتنس قاعة حديثة ديال رياضة الفيتنس متعددة الأنشطة. كنشرف عليها بنفسي في الإدارة وفي التسيير ديالها، وحتى كمدرب كنقوم بحصص جماعية والتدريب الشخصي مع الناس.
بدينا اعداد هذا المشروع انا وصديق ديالي اللي هو عايش في النرويج وبطل من بطل في الملاكمه محمد المسعودي. عندنا انشطه مختلفه، رياضه كمال الاجسام، اللياقه البدنيه، الايروبيك، فنون القتال، ولا رياضات الوتيريه اللي هي واللي عندها علاقه بالكور دو دونس وهذا، وفئات مختلفه الاعمار. عندنا من الاطفال حتى الناس الكبار المسنين، وعندنا حصص خاصه لكل فئه، لكل هذه الفئات اللي كتناسب الفئات العمريه والانشطه اللي كيبغيو يمارسوها واللي كيفضلوها. من ناحيه الاصال كدوز في اجواء رائعه، تدريب رائعه مع لي كوتش، مع اساتذه في المستوى. الاجواء اللي دوزت فيها هذه دابا تقريبا 3 ans، يعني حسيت بواحد التغيير ايجابي. كنت كنوزن تقريبا 102 حتى 103، دابا حاليا راني في 80 كيلو. وفضل كيعود الاستاذه الرائعه السي يونس السي فيصل وزكريا. مرحبا بكم في اكسس فيتنس، اجي تشوفوا معنا اللي صار لي عندنا. نبداو في الطبق الاول. كما كتشوفوا معنا الطبق الاول قاعه ديال الحصص الجماعيه اللي كنديروا فيها انشطه مختلفه، الايروبيك، الرياضات القتاليه وفنون الحرب، ورياضات اللي عندها علاقه بالرقص واشياء. وهنا كما كتشوفوا في الطبق الثاني قاعه خاصه بكمال الاجسام، لا ميسكولاسيون، لا فورس. تفضلوا معايا شوف. وهذه القاعة خاصة بالكارديو، معدات الكارديو. كما كتشوفوا عندنا صال ديال السايكلين أو سبينين كما كيسميوه. تفضلوا معايا. هذه صالة خاصة بالحصص الجماعية ديال السبينين أو السايكلين. كما كتشوفوا كتكون هنا حصص جماعية مع مدرب والناس جالسين قبالته مع الموسيقى والكوريغرافي. هنا كما كتشوفوا هذا الاسباس خاص برياضة الكروسفيت. مغربي اليوم في تطور وغادي الحمد لله بواحد الوتيرة مزيانة بزاف، وحتى الجالية المغربية تساهم في هذا التطور باستثمارات، بافكار، بكل شيء اللي يقدروا يعطيو للبلاد ويدخلوا يستثمروا في الميادين المختلفه اللي تقنوها واللي كيعرفوا لها واللي يقدروا يفيدوا نفسهم والبلاد بها. وراه يعني المجال مفتوح وخص غير الانسان يفكر بطريقه ايجابيه. ونصيحه اللي كنوجه للشباب يمارس الرياضه ويطور نفسه فيها ويتكون فيها في جميع الميادين، في التسيير، في التدريب، في جميع لان باقي هذا الحقل هذا محتاج بزاف ديال الكفاءات وحتى اليد العامله، وباقي كاين باقي ما نعطيو بزاف في هذا الميدان هذا.